اهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الاهلي. والى العناوين: محمود طاهر لن نتهاون في حق النادي والاهلي قوي بمبادئه. كمل زاهر مجلس الاهلي الحالي نجح في تقديم موسم استثنائي. وحسام البدري يرفض رحيل محمد الشناوي إلى الاتحاد. بكم مجددا والى التفاصيل. اكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي ان الاهلي ليس في نزاع مع احد، وان كل ما يشغله هو ومجلسه الحفاظ على حقوق النادي. واشار الى ان النادي الاهلي يسير الى جانب الدوله المصريه في كل قراراتها من اجل تقدم ورقي الرياضه في مصر، باعتبار ان الاهلي جزء اصيل من الدوله وأحد أهم الكيانات الوطنية على مدار تاريخ مصر. قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلسه أنه لن يتهاون في أي من حقوق النادي. وأوضح طاهر أن المجلس يقوم بدوره في الحفاظ على حق الجمعية العمومية للنادي في وضع لائحة النظام الأساسي للنادي واختيار بنودها، مشددا على أنه إن لم يقوم بمثل هذا الدور ومعه بقية المجلس فلن يرحمهم تاريخ النادي والذي يسجل وبدون كل عمل يقوم به صاحبه. وأضاف رئيس نادي الأهلي أنه لم ينظر لأي من مواقف الأندية الأخرى، لأن الأهلي ناد قوي بمبادئه التي يجب أن يضع. تمنى المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حضور 43 ألف عضو لاجتماع الجمعية العمومية المقبلة بمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر يومي 25 و26 أغسطس الجاري، وإثبات أن كلمة أعضاء الجمعية العمومية للأهلي هي العليا. وأكد رئيس النادي الأهلي أنه يثق تمام الثقة في عدم قدرة أي جهة على إبطال الجمعية العمومية للأهلي أو عدم الاعتراف بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك وفقا لسندات قانونية حرص المجلس الحالي على مراجعتها قبل الدعوة للجمعية. وشدد رئيس النادي على أنه في حالة عدم اعتراف أي جهة بالجمعية العمومية للأهلي حال اكتمال نصابها القانوني فإنه سيسلك الطرق القانونية عن طريق اللجنة الأولمبية الدولية للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وجمعيته العمومية. قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يسعى خلال الدورة التشريعية البرلمانية المقبلة لتقديم طلب بمقترحات لتعديل بعض بنود قانون الرياضة والتي تحتاج للتعديل لما بها من عوار، وذلك لمصلحة الرياضة المصرية وليس لمصلحة شخصية. وأكد طاهر أن إدارة النادي الأهلي ملتزمة بقانون الرياضة الجديد بالرغم من هذه البنود التي بها عوار. وأوضح رئيس النادي أن لائحة النظام الأساسي للأهلي بها الكثير من الاختلافات الجوهرية عن اللائحة الاسترشادية للحفاظ على حقوق الجمعية العمومية، ومنها وضع بند اكتمال الجمعية العمومية للتصويت على أي من أمور النادي بحضور 4000 عضو.
شدد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على أن البعض يحاول فرض اللائحة الاسترشادية على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي عن طريق قانون الرياضة الجديد. وأكد رئيس النادي أن عدم اكتمال النصاب القانوني ووضع اللائحة الاسترشادية للعمل بها فهو أمر يضع الأهلي في دوامة كبيرة لن يخرج منها النادي سالما، لذا فإنه يقوم بدوره بنشر التوعية بين الأعضاء من خطورة اللائحة الاسترشادية وحجم أضرارها على النادي في المستقبل. عبر المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن فخره بالثلاثي مهند مجدي مروان هشام محمد جمال هليل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن. وأكد محمود طاهر أن الثلاثي بعد يعد مشروعا لرئيس النادي الأهلي في المستقبل وكوادر إدارية مميزة في الوقت القريب. وشدد رئيس النادي على أن الثلاثي يعتبر من العناصر الإدارية المميزة والتي أضافت للنادي ومجلسه خلال الفترة الماضية بعدما نجحوا في كل ما أوكل إليهم من أعمال ومشاريع وأهداف تم إنجازها بأفضل شكل ممكن. أكد كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي أن المجلس الحالي لم يحسم موقفه من الترشح للانتخابات المقبلة، مشددا على أن المجلس يركز حاليا في الجمعية العمومية من أجل اعتماد لائحته الأساسية. وأكد زاهر أن المجلس نجح في تقديم موسم استثنائي في كل الألعاب وليس كرة القدم فقط، ومن الصعب تكرار إنجاز فوز كل الألعاب بالنادي بالبطولات الأفريقية. قال كامل زاهر أمين صندوق نادي الأهلي أن اللائحة الاسترشادية والتي أقرتها اللجنة الأولمبية تمنع الحق لغير المصري في الترشح لانتخابات الأندية، والأهلي يرفض أن يحكمه أجنبيا مهما كانت الظروف لأنه نادي الوطنية من الأساس. وأكد زاهر أن النادي الأهلي أنشئ لمبدأ وطني ليقف من خلاله المصريون أمام الإنجليز، فلا يمكن أن يأتي مواطن من أي جنسية غير مصرية يحكم النادي. وشدد على أنه واثق من أن أعضاء النادي بات لديهم وعي كبير للمشاركة في الجمعية العمومية يومي 25 و26 لإقرار حقهم في إدارة ناديهم. عقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ندوة بالأمس في مقر النادي بمدينة نصر. الندوة شهدت حضور كبير وتجاوب من الأعضاء. إليكم بعض التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. بشكركم أولا على الحضور وعلى اهتمامكم بناديكم واهتمامكم بدعوتنا لمناقشة اللائحة اللي إن شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 25 هنا في مدينة نصر ويوم 26 في الجزيرة بإذن الله. خلوني الأول كده سريعا برضو ألخص ما حدث في موضوع اللائحة وموضوع القانون وموضوع ما أثير إعلاميا في هذا الموضوع.
وقبل ما ابتدي انا الحقيقة في حاجة كنت احب اتكلم فيها، لانه ما اثير من لغط اعلامي شديد جدا، وللأسف يعني غير حقيقي وغير صادق. فاحنا كمجلس إدارة قررنا نتوجه إليكم ولأعضاء الجمعية العمومية ولأعضاء النادي، مش عايز أقول بيان، إنما أنا هو بيان وطلب من أعضاء الجمعية العمومية فيما يخص الإعلام تحديدا. أنا هقراه زي ما هو مكتوب كده بالظبط. لاحظنا جميعا في الآونة الأخيرة تعرض مجلس الإدارة لحملة غير مبررة لتشويه صورة المجلس رغم كل ما تحقق ويتحقق من إنجازات، وعندما حذرنا من وجود أصابع خفية تعبث بمقدرات النادي وتحاول عرقلة مسيرته الناجحة، تعرضنا لهجمات غير مبررة وغير مفهومة من قلة ثبت أنها لا تريد خيرا لنادينا. وبالأمس بالأمس ده لما نشر في الصفحة الأولى في جريدة الأهرام خبر إحالة مجلس إدارة النادي الأهلي للنيابة، وبالأمس افتضح أمر هؤلاء الذين بدأوا موسم الانتخابات مبكرا بمحاولات النيل من إنجازات المجلس بتسريب أخبار عن إحالة مجلسنا للنيابة بسبب مخالفات مالية وإدارية. وهذا الخبر الكاذب والعار من الصحة، والذي كذبه وزير الرياضة نفسه ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ووزير الرياضة في تصريح رسمي كذبه وطالب بتوخي وسائل الإعلام الحذر وتحري الصدق قبل نشر أخبار كهذه. هذا الخبر يأتي في إطار حملة معدة سلفا لتشويه صورة هذا المجلس، وأنا بطلب يعني بنطلب منكم جميعا أنكم تربطوا بحاجات معينة مهمة قوي، وأنا أطلب منكم الربط بين توقيت نشر مثل هذا الخبر الكاذب وفوز ناديكم العريق ببطولة كاس مصر. الخبر ده نزل تاني يوم ما كسبنا كاس مصر، وبأؤكد وبأكرر في كل ندوة عملناها، احنا عملنا واحدة أول امبارح في الشيخ زايد، وعملنا واحدة امبارح في الجزيرة، وبنختتم النهاردة بمدينة نصر. الحقيقة الناس بتصور إن هناك معركة قائمة بين النادي الأهلي وبين أي حد، ومش هسمي. احنا ما عندناش معركة، النادي الأهلي ليس في معركة وما هواش داخل خناقة. النادي الأهلي كل ما يهمه هو الحفاظ على حقوق النادي الأهلي، وإذا تقاعصنا كمجلس إدارة في الحفاظ على حقوق النادي الأهلي هذا سيذكر في التاريخ ولن نتحمل مسؤوليته. احنا النهاردة بنحاول نحافظ على حقوقنا. وإيه هي حقوقنا؟ حقوقنا إن أنتوا اللي تحطوا لائحة هذا النادي، ما تجيش لائحة مفروضة علينا من بره لا نعلم من وضعها، مش ما حدش قال لنا حتى انه في خبراء قانونيين حطوا اللائحة دي، انه في خبراء على رياضيين حطوا اللائحة دي، انه في خبراء على اي مستوى حطوا اللائحة دي. احنا حتى النهاردة ما نعرفش مين اللي حط هذه اللائحة. ونفس الكلام ينطبق برضو على القانون، انما انا بقول دايما القانون صدر وملتزمين بالقانون. هما بيحاولوا يصورونا النهارده ان احنا ضد الدوله، وده كلام الحقيقه من ضمن الحملات اللي على النادي الاهلي. ازاي النادي الاهلي بقى واقف؟ وليه النادي الاهلي الوحيد اللي واقف؟ ما كل الانديه وافقت، ما كل الانديه بتعمل جمعيات العموميه على يومين، ما على يوم واحد، ما كل الجمعيات العموميه هتعملها في مقر واحد. النادي الاهلي هو النادي الاهلي، النادي الأهلي هو النادي الأهلي، هيحط لائحته ولن يفرض عليه أي لائحة، ولن نقبل أن تفرض علينا أي لائحة. النادي الأهلي قوي بمبادئه، قوي حط لائحته الأولى سنة 1908
قبل ما يبقى في حاجه اسمها اتحاد رياضي، قبل ما يبقى في حاجه اسمها لجنه اولمبيه، قبل ما يبقى في حاجه اسمها وزاره الشباب والرياضه، النادي الاهلي هو النادي الاهلي بكيانه، ولهذا السبب هو النادي الاهلي النهارده. لن نتهاون في حقوق النادي الاهلي، وعشان القانون يصدر اللي احنا بقالنا من سنه 76 او 77 بنحاول نعمل قانون جديد للرياضه، انما للاسف اللي اتعمل في قانون الرياضه في حاجات جدا مخالفه للمواثيق والمعايير اللي تتفق مع روح هذا القانون. القانون ده طلع اساسا رقم واحد من اللجنه الاولمبيه لتعظيم دور الجمعيات العموميه. هذا القانون في حاجات كتير قوي تكبل دور الجمعيات العموميه ومجالس الادارات، في حاجات كتير قوي بتتعارض مع بعض، في حاجات كتير قوي زي مركز التسويه والتحكيم اللي هم بيعملوه، مركز التسويه والتحكيم ده هو اللجنه الاولمبيه، وده كلام ما ينفعش، هذا يجب ان يكون مجلس حيادي بس في القانون، فخلاص هنقبله دلوقتي. يعني احنا بنحاول نزق ونساعد مع الدوله في ان القانون يمشي، وفي الدوره التشريعيه القادمه ان شاء الله سواء احنا موجودين او اي مجلس قادم جاي هنحاول نقدم مقترحاتنا في الدوره التشريعيه القادمه ان تتغير الحاجات اللي فيها عوار في هذا القانون. ومعانا ناس كتير من مجلس الشعب، من اعضاء مجلس الشعب موافقين معانا وبيساندونا، وقعدنا اتكلمنا معاهم. ما عندناش مشكله في ان احنا نتلقى كل انواع النقد المحترم والواضح والشفاف من اجل المصلحه العامه، انما مش هنتعامل برضو مع هؤلاء الناس الا بقدرنا احنا مش بقدرهم هما. لن ننزل الى هذا المستوى، ولن يعني نجرجر النادي الاهلي الى حاجات بنعتبرها احنا صغائر. احنا بنشتغل وبنعمل شغلنا وبنرد بشغلنا، ما بنردش بافتراءات ولا اكاذيب. انا اللي بشكركم جميعا، واتمنى ان شاء الله نلتقي يوم 25 هنا في مقر مدينه نصر، ونثبت للعالم كله ان الاهلي هو الاهلي. بالعودة للأخبار من جديد، رفض حسام البدري المدير الفني للأهلي رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادي الاتحاد السكندري، والذي تقدم بعرض رسمي لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية. وأبلغ البدري إدارة الأهلي برفضه العرض المقدم للشناوي، مشددا على أنه لن يسمح برحيل أي لاعب مقيد في القائمة الأفريقية بعد الموافقة على رحيل القائد حسام غالي إلى النصر السعودي والمهاجم عمرو جمال إلى بيدفست الجنوب أفريقيا. استقبل اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الأهلي اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة الأستاذ حيان بدر قواسمي رئيس نادي أهلي الخليل الفلسطيني على رأس وفد من النادي لتهنئة الأهلي بعد فوزه بكأس مصر وتحقيق الثنائية المحلية. وقام حيان بإهداء نادي الأهلي كأس بطولة فلسطين والتي توج بها فريقه أهلي الخليل على حساب شباب الخليل بركلات الترجيح في المباراة النهائية. وأوضح رئيس نادي أهلي الخليل أنه عرض على نادي الأهلي إقامة مباراة ودية بين فريقي الكرة بالناديين، ووعده اللواء شيرين شمس بدراسة الأمر وعرضه على قطاع الكرة والجهاز الفني لدراسة العرض وفقا لارتباطات الفريق. اتحاد الكرة، حيث أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول أن صفوف المنتخب ستكتمل بوصول المحترفين 28 أغسطس استعدادا لمواجهة أوغندا يوم 31 أغسطس بالعاصمة كامبالا سيتي.
بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. وقال لهيطة إن بعثة المنتخب ستغادر مطار برج العرب على متن طائرة خاصة ظهر 29 أغسطس على أن يخوض الفريق مرانا خفيفا بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، ثم يخوض مرانه الرئيسي على ملعب المباراة في اليوم الثاني لوصول البعثة. وأشار مدير المنتخب أن البعثة ستغادر أوغندا عقب انتهاء المباراة مباشرة يوم 5 سبتمبر عائدة إلى برج العرب لاستئناف المعسكر استعدادا لمباراة العودة. استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر على استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي من مباراة أوغندا الأولى بتصفيات المونديال. وفضل كوبر استبعاد اللاعب خوفا من تجدد إصابته على الرغم من تأكيدات طبيب سبورتينغ براغا على جاهزيته لخوض اللقاء، إلا أن الجهاز الفني فضل عدم الاستعجال في الدفع باللاعب. وخضع كوكا لجراحة بسيطة بعد إصابته بجرح فوق العين في مباراة فريقه في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي. استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على تقليص عدد أعضاء المجلس الجديد إلى 9 أعضاء بدلا من 11 عضو. واتفق الأعضاء على إلغاء تخصيص مقعد للمرأة في المجلس على أن تخوض أي شخصية نسائية الانتخابات على أي مقعد ترغب فيه سواء الرئيس أو النائب أو العضوية. ومن المقرر أن تدخل تلك التعديلات اللائحة الجديدة والتي يتم إعدادها حاليا تمهيدا لاعتمادها في الجمعية العمومية المقبلة والمجمع إقامتها قبل 30 نوفمبر المقبل. يذكر أن مجلس الجبلية يضم حاليا 9 أعضاء بعد استقالة حازم الهواري وسحر الهواري. احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بوصول عدد متابعيها لأكثر من 2 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتبت صفحة الأهلي احتفال جديد، لدينا هنا حسابنا الرسمي يصل لأكثر من 2 مليون متابع. يذكر أن حسابات الأهلي طبعا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحظى بمتابعة كبيرة جدا في مختلف أنحاء العالم. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف بعد الألعاب الأخرى، حيث وصل الفريق الأول لكرة اليد رجال في النادي الأهلي تدريباته استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري المحترفين. وشهد ميران الفريق عودة الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكر الإعداد بالإسكندرية، وحرص الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد على خوض ميران بدني قبل الانخراط في التدريبات العادية بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة. يلتقي المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 23 عام مساء اليوم مع نظيره البرازيلي في إطار اللقاءات الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس العالم والمقامة حاليا بالقاهرة.
ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخبنا الوطني في المركز الخامس برصيد نقطتين فقط. فكان منتخب مصر قد حقق فوزه الأول على المنتخب الياباني بنتيجة 4-3 في مباراة ماراثونية، فيما خسر في المواجهة الثانية أمام كوبا بنتيجة 2-4. خسر المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات من نظيره النيجيري بنتيجة 106-73 في المباراة والتي أقيمت بينهما ضمن بطولة أمم أفريقيا والمقامة بمالي. ومن المقرر أن يواجه مصر منتخب السنغال في تمام 11:30 صباح غد بعد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعة. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من السعودية، حيث تدرس إدارة نادي النصر السعودي والمحترف ضمن صفوفه حسام غالي الكابيتانو إقالة البرازيلي ريكاردو غوميز المدير الفني للفريق من منصبه بسبب النتائج السيئة منذ بداية المسابقة، حيث تعادل في الجولة الثانية مع الاتفاق بهدفين لكل فريق. وكشفت صحيفة الوطن السعودية عن وجود مشاورات بين أعضاء إدارة نادي النصر حول مصير المدير الفني في ظل الأداء المتواضع والذي يظهر عليه الفريق منذ مشاركته في البطولة العربية والتي أقيمت في مصر، وضعف اللياقة البدنية للاعبين وتكرار الأخطاء الدفاعية. خصص نادي تشيلسي الإنجليزي 200 مليون جنيه استرليني لضم 5 لاعبين جدد لإرضاء المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي وتلبية مطالبه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت تقارير صحافية أنه على رأس أولويات المدير الفني الإيطالي ثلاثي فريق ساوثهامبتون فيرجيل فان دايك وسيدريتش سواريز وريان برتراند بجانب داني درينك ووتر لاعب ليستر سيتي وأليكس أوكسلاند تشامبرلاين نجم أرسنال. ويسعى كونتي لتعزيز صفوف الفريق للمحافظة على لقب الدوري والمنافسة على لقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الجديد. يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساعيه لضم النجم التشيلي لنادي أرسنال أليكسيس سانشيز، حيث تقدم بعرض قيمته 70 مليون جنيه استرليني لضمه قبل غلق موسم الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن المدير الفني الأسباني لمانشستر سيتي غوارديولا متمسك بجلب سانشيز لملعب الاتحاد، وأن النادي مستعد لرفع عرضه لإقناع إدارة أرسنال ببيع اللاعب.
تستأنف اليوم مباريات مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، حيث يخوض فريق برشلونة مباراة قوية على ملعبه كامب نو أمام ريال بيتيس في الوقت الذي يواجه فيه ريال مدريد حامل اللقب فريق ديبورتيفو لا كورونا على ملعب الأخير ريازار. وكان ريال مدريد قد توج بلقب السوبر الإسباني على حساب برشلونة بالفوز ذهابا بثلاثية مقابل هدف وإيابا بهدفين دون مقابل. استقرت إدارة نادي برشلونة الإسباني على رحيل لاعب الفريق منير الحدادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن المدرب لا يرغب في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق. وقالت وسائل أعلام إسبانية أن برشلونة حدد 20 مليون يورو لبيع اللاعب في ظل وصول 4 عروض من أندية ديبورتيفو لا كورونيا والافيس من اسبانيا ونادي سامبودوريا الايطالي وكريستال بالاس الانجليزي. اثار نجم وسط برشلونه الاسباني اندريس انيستا العديد من الشكوك حول مستقبله مع الفريق في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، حيث يخوض اللاعب الموسم الأخير في عقده مع نادي وسط تجاهل من الإدارة. وقال إنييستا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية أنه لم يجدد عقده مع برشلونة حتى الآن، مؤكدا أنه يواجه العديد من المشاعر غير المفهومة والتي لم يكن يتخيل أنه سيعيشها منذ 3 مواسم. وشدد إنييستا على أنه يفكر في المستقبل بشكل لم يفعله من قبل، مؤكدا أنه طبيعي. يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لمفاجأة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، بناء على توصية من مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني بتقديم عرض لتجديد عقد اللاعب والذي ينتهي في 2019. وقالت وسائل إعلام إسبانية أن المدرب زيدان متمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وأن النتائج الكبيرة والتي يحققها زيزو جعلت الإدارة توافق على كافة طلباته. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. مجلس الأهلي يتمسك بإجراءات العمومية. ومن الجمهورية صافرة سنغالية للأهلي والترجي. أما من المساء فبرنامج تأهيلي لثنائي الأهلي الجديد. ومن الوفد محمود طاهر الأهلي ليس في نزاع مع أحد. من المصري اليوم كامل زاهر ثقتنا كبيرة في أعضاء الأهلي لاعتماد اللائحة الخاصة. ومن الوطن سبورت البدري يبحث عن فرق من أندية الوسط استعدادا للترجي. ومن البوابة نيوز الأهلي يرفض التفريط في محمد الشناوي للاتحاد. من فيتو أجاي يعود للقاهرة الخميس استعدادا للموسم الجديد. ومن دوت مصر الأهلي يجدد عقد مؤمن زكريا خلال أيام.
أما من يور سبورت عربية فالأهلي يلجأ للقضاء الإنجليزي للحصول على 2.5 مليون يورو. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 20 أغسطس من عام 2005 الأهلي يضمن تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله خارج ملعبه أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الخامسة لدور المجموعات. سجل عماد متعب هدف الأهلي في الدقيقة 92 ليخطف تعادلا قبل ثواني من نهاية اللقاء. زي النهاردة أيضا يهزم طلائع الجيش الأهلي بهدف لحسام عاشور في 20 أغسطس من عام 2010. سجل هدف المباراة الوحيد حسام عاشور بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الأول. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.